السلام عليكم ورحمة الله. كتير بتخطر على بالنا أسئلة مثل: كيف بدي أكون ربة المنزل المثالية اللي بتقي الله بكل التفاصيل وبحافظ على صحة بيتي وعائلتي وبحميهم قدر الإمكان من الأمراض؟ هل النظافة لحالها تكفي إني أحمي البيت من الجراثيم والفيروسات؟ هل استخدم منظفات بس ولا لازم ضيف المعقمات؟ حط خل ولا سائل جلي ولا ملح ولا برمنجانات ولا بيكربونات للخضار وأنا عم بغسلهن؟ استخدم صابون عادي ولا صابون مطهر؟ امسح الأرض بالمطهر ولا بالمي لحالة بتكفي؟ إلى آخره من الأسئلة اللي متأكدة بتخطر على بال كل واحدة أو واحد حريص على بيته وصحة عائلته. بهي السلسلة المرة الماضية عرفنا شو هي آلية التنظيف، والمرة هاي والمرات الجاية إن شاء الله رح نفصل أنواع المنظفات والمطهرات وطريقة استعمالها والتركيز المطلوبة وأخطارها واحدة واحدة. أول شي بدنا نفرق بين التنظيف والتطهير والتعقيم. التنظيف هو إزالة الغبار وبقايا الطعام والأوساخ عن الأسطح، وهاد قادرين نميزه بالعين المجردة. أما التطهير فهو درجة أقل من التعقيم، وهو إزالة البكتيريا والدقائق الممرضة أو الإقلال منها إلى أقل حد غير ممرض. التعقيم هو أعلى درجة، هو إزالة كاملة لجميع الكائنات الدقيقة كالجراثيم والفيروسات والطفيليات والفطور بما في ذلك الأبواغ الجرثومية وبيوض الطفيليات، وهذا خاص بالمشافي وبمصانع الأدوية والمواد المراد حقنها بالجسم. إذا حدا من المختصين بيحب نحكي عن التعقيم ووسائله بالتفصيل ياريت يخبرني. أما اليوم وبباقي السلسلة رح نحكي عن التنظيف والتطهير فقط. يعني باختصار ممكن بالعين المجرد نميز إذا الشي نظيف أو وسخ، لكن لا يمكن أنه نميز مدى عقامته أو حمله لدقائق ممرضة أو عدم حمله إلها. لكن في قاعدة بتساعد أنه كل عقيم هو نظيف، أي أنه إذا شفنا مكان وسخ نتوقع يكون مليء بالبكتيريا والفيروسات والطفيليات الممرضة، يعني الوساخة دليل احتمال وجود المرض. طيب هل الصابون ومساحيق التنظيف مطهرة؟ الحقيقة لا يعتبر الصابون مادة مطهرة لو إله قدرة على قتل بعض الجراثيم والطفيليات، لأن جدار الخلية البكتيرية والطفيلية مكون من الفوسفولبيد، أي بيحتوي على دهون، وحكينا المرة الماضية على قدرة الصابون على الارتباط بالدهون، لذلك الصابون قادر على تمزيق جدار هي الخلية فبيقتلها. بس طبعا هذا بيعتمد على التركيز ونوع البكتيريا ودرجة الحرارة وكتير عوامل، فلا يعتبر مادة مطهرة. لكن على الأكيد لو الماء والصابون ما عندهم قدرة على قتل كل الجراثيم والفيروسات والطفيليات بس إنن عندهم قدرة على إزالتهم بطريقة فيزيائية، يعني بيروحوا مع ماء الشطف، يعني بأغلب الحالات مجرد الغسيل بالماء والصابون بكفي وبيوفي للحفاظ على الصحة، وهذا الشيء اللي أكدته منظمة الصحة العالمية. حتى غسيل الخضار والفواكه كل الأبحاث بتقول إنه غسلها بالماء بيكفي، وإذا بدنا نزود مجرد ننقعها بماء محلول فيه شوية سائل جلي أو بخل، والخل بالذات رح نحكي عليه المرة الجاية بأدق التفاصيل لأن بأغلب الأحيان عم نستعمله بطريقة غلط. مثل ما حكينا أكدت منظمة الصحة العالمية أن مجرد غسيل الأيدي بالماء والصابون من أفضل الطرق للوقاية من انتشار الأمراض والأوبئة. المشكلة عنا بطريقة غسيل الأيدي، لازم نأكد على توصيل الصابون لكامل اليد، مثلا الإيد من الخلف تحت الأظافر بين الأصابع، وتدوم عملية الغسيل على الأقل 20 ثانية. يعني فينه الواحد يعيرها إذا بده يقول 3 مرات سورة الإخلاص قل هو الله أحد بتكون خلصت 20 ثانية. بالأخير إذا ما تواجد ماء وصابون لغسيل الأيدي ممكن نستعين بالهانجيل معقم اليدين الكحولي اللي بينوضع بالجيب، على شرط أنه نسكره بعد الاستعمال مباشرة حتى ما تقل نسبة الكحول فيه عن 70%، فممكن نستعين بهذا الجل إلى حين تواجد الماء والصابون. كالعادة بتلاقوا بأسفل الفيديو بصندوق الوصف روابط للمحاضرة بالإنجليزي وبالعربي.
كمان روابط للمراجع اللي اعتمدت عليها بالتحضير. شكرا لكم، شكرا لاستماعكم.